طيب خليني اكلمك كابتن محمد على اداء خط الدفاع النهارده. يعني انا شايف اصل الـ يعني الفرق ما كانش اداء الفرق اللي قدامك متواضع، ما فيش ضغط حتى، ما فيش يعني احنا طول المباراه ما فيش كوره خطر على النادي الاهلي، كوره من بره ال 18 الارض اللي طلعها مصطفى او مسكها مصطفى، حتى مسكها يعني ما طلعهاش، ما زقهاش لانها ضعيفه يعني. غير كده ما حسيتش باي شراسه هجوميه من الفرقه الثانيه، فانت ما تقدرش تحكم على يعني عبد المنعم او رامي او كده. شفنا عمر كمال بصراحه يعني عمل الدور الهجومي لان برده ما كانش عنده دور دفاعي قوي، فالتكمله بتاعته كانت يمكن احسن من الدبيس شويه، بيكملوا علاب اوفرات خصوصا من الشوط الثاني، ودي اكيد كانت تعليمات. فارق مع الدبيس بعده فتره كبيره عن المباريات 100%، وبعدين برضو يعني صغير في السن، عمر يمكن عنده تجارب وخبرات ولعب افريقيا حتى مع فيوتشر وكده، يعني عنده خبرات وكده، ولعب ورجله في الملعب ولعب مع منتخب مصر، يعني عنده خبرات. برضو الدبيس كريم يعني برضو لسه صغير، ما خدش لسه مباريات، فبالنسبه له المباراه طبعا ما نقدرش يعني نحكم عليه قوي، وزي ما بقول لك ما تقدرش تحكم على اكتر من لعيب لان ما فيش الفرقه الثانيه متواضعه جدا، يعني حتى لا في ضغط في نص الملعب ولا في ضغط من المدافعين على رؤوس الحربه، يعني عزائي الوحيد بس مع الناس اللي قدام في تضييع الفرص، ان زي ما قلت ان كل واحد لازم يتشبث بالفرصه ويثبت نفسه، ممكن كان في نوع برضه بعض الاوقات نوع من الانانيه، عايز هو اللي يفنش الهجمه، عايز يخش جوه دايما، ومثلا طاهر عايز يشوط، مش عارف مين برضه عايز يشوط من بره، يعني احيانا بتبقى موجوده الحاجات دي طبعا. طبعا يعني بيبقى الواحد برضه عايز، لان برضه لما بتلعب ماتش كويس وبتجري وبتختمها بهدف صح بيعلم مع الناس اكتر، الاهداف هي اللي بتظهر طبعا مستوى اللعيبه. انما في المجمل زي ما انا قلت ان طبعا مباراه ثلاث نقاط مهمه جدا في هذه الفتره من تلاحق المباريات ومن خساره النقاط خلال الفتره اللي فاتت، فده يعني ثلاثه بونت كويسين جدا، وتجربه بعض اللعيبه اللي كان طبعا مستر كولر يعني غصب عنه نتيجه الاصابات والكلام ده، فجات لهم فرص ان هم ينزلوا النهارده المباراه. اعتقد طبعا مباراه الزمالك يعني بقول للجمهور طبعا هيبقى لها ترتيب تاني خالص، هنتكلم فيها بعد شويه.